مقالي ومقالوا بين مغرض ومفلس وجاهل، هكذا هو حال الإعلام الرياضي بكل الحقيقة وبكل الأسف. غالبية البرامج مشغولة جدا بالماضي، مشغولة جدا بالتفتيش في الماضي، مفيش أي اهتمام لا بحاضر ولا بمستقبل. لا، هو أنت كويس أنك قلت غالبية البرامج. طبعا في برامج جادة طبعا. إنما اللي لافت نظري دلوقتي إن إحنا رايحين قوي قوي قوي، هو جمهور عايز يسمع إيه؟ فزي ما يطلبه المستمعون، يعني زي الأفلام، سلسلة الأفلام اللي شفناها في مرحلة ما، المقاولات، وزي اللي هو بيسموها الأغاني الجديدة دي اللي متضايقين من اسمها المهرجانات. ده إعلام المهرجانات، ده إعلام مهرجانات بيخاطب إيه؟ إنك معظم البرامج دلوقتي عمالة بتجيب اتنين، واحد ينتمي للأهلي وواحد ينتمي للزمالك، وطرح أسئلة تكاد تكون واحدة في كل شيء، الشعبية، الجدارة، التاريخ. أنا ليه بقول لك بين مغرض ومفلس وجاهل؟ بجد اللي بيقوله المهندس عدلي ده بقى أكل شيء، وأنا ما عندناش أي مشكلة في إنه تجيب كل الناس تناقش قضايا، تناقش قضايا تفيد اللعبة وتفيد الأندية وتفيد الكورة وتفيد الجمهور، لكن لما يكون الغرض الدائم التحفيل على بعض، جزء منها التحفيل. أستاذ إبراهيم، أنت بتجيب الاتنين دول بتفرج الناس عليهم، إذا هيعملوا إيه في واحد بس، أدي العملية ببساطة. هي الفكرة بس يا جماعة، عشان نطلع بره الشكل نفسه، أما يكون الإعلام بتاعنا في معظمه وفي غالبيته مشغول في سنة 2021 بمين نادي القرن، من يطرح هذا السؤال هو مغرض ومفلس وجاهل، التلاتة مع بعض. مغرض لأنه مبدئيا مش عايز يعترف بحقيقة رقمية ثابتة عملها الاتحاد الأفريقي الجهة الرسمية المعتمدة من 20 سنة فاتت، أعلن عنها سنة 94، ومن النكت السخيفة جدا انه يقول لك اصل شطة كان في الاتحاد الافريقي. كابتن شطة سنة 94 لما المعايير اعلنت في النشرة بتاعت الكاف نيوز، كان الراجل مساعد مدرب ألان هارس مدرب الاهلي، كان موجود في الجهاز بتاع الاهلي اللي في جوهانسبرج بيلعب ماتش السوبر مع الزمالك، راح الاتحاد الافريقي بعدها بسبع سنين. لكن ماشي، فبص الغرض، أمر تم إقراره من 21 أو 22 سنة فاتت، النكش فيه دلوقتي هدفه إيه؟ أنت مستقل على الأهلي إنه نادي القرن؟ لا، ده نادي القرن بالحقيقة والمنطق والوقائع، وغصبا عن أي حد يعتمد منهج رسمي، دي مسألة ما يجبش إنها تكون مطروحة للنقاش. الجزئية الثانية، هو مين أكتر شعبية؟ لا، هي دي محتاجة سؤال كمان، يعني إذا كنت أنت لو بتتكلم على القياس للرأي العام، المسائل واضحة وباينة، تقدر في كل قناة من القنوات تسأل الوكالة الإعلانية المختصة هو حجم الاهتمام الإعلاني رايح فين، تقدر تسأل على كل قياسات الرأي العام اللي حصلت، تقدر تبص في الشارع، تقدر تسأل أي حد. دي مسائل المفترض لما بتطرح هناك غرض منها محاولة التأثير على شعبية الأهلي، أو محاولة انك انت تاخد حاجه من حق الاهلي، بتاخد حاجه مش مطروح. طب بلاش، روح للمنصات، منصات التواصل الاجتماعي، اهي دي اعتقد وحدات قياس سهله وموجوده، وقلنا لكم ان الاهلي رقم واحد في منصات التواصل الاجتماعي في كل الوسائط الاعلاميه الالكترونيه، عنده حاجه و30 مليون. نادي الزمالك الشقيق الكبير المحترم عنده 13 مليون. لما تيجي تقول لي ال 30 وال 13، لا، يبقى في غرض وفي فلس في مناقشه الافكار. لكن الجهل بقى، هو مين احرف لاعب في مصر؟ لا، كده احنا دخلنا في كلام جاهل قوي. مين احرف لاعب في مصر؟ ده كلام مين الاسطوره؟ مين الاسطوره؟ طب فلان اسطوره ولا فلان؟ طب هو الاسطوره دي مدببه قوي ما يقعدش عليها الا واحد بس؟ يعني كل الناس اللي شايفه نجومه كويسين يا سيدي اساطير، اعتبرهم اساطيرك انت. انما ليه انت متخيل ان الاسطوره ده ليه كرسي واحد يقعد عليه؟ ده يا ده ناهيك على الجهل في حته المقارنه بين الاجيال. تلاقي انت بتناقش، بتقارن بين عبد الكريم صقر وحسين حجازي،
مع اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي محمد شريف وقفشه، مش عايز تاخد بالك انه طبيعه الكوره اتغيرت يا راجل؟ ده وزن الكوره اتغير، طرق اللعب اتغيرت، الصحه العامه اتغيرت، طب ايه ارضيه الملاعب اتغيرت، ايه الجدوى من كده؟ لا الجدوى مش عايز يقول انه الخطيب اسطوره، فعايز يدخل واحد. لا طب هو شيكابالا اسطوره ولا مش اسطوره؟ طب ومال شيكابالا ومال الخطيب؟ ومال الخطيب ومال حسن شحاته؟ ما الخطيب قيمه كبيره جدا وحسن شحاته قيمه كبيره جدا وكل نجوم الكره. والله يا اخي حتى لو قارنت بين الخطيب وحسن شحاته دول جيل واحد وكلنا بنعترف، وده ملعب وده مركز وده مركز وده قدرات وده قدرات يعني. بس انا بقول لكم وده احسن لاعب في اسيا وده احسن لاعب في افريقيا واحسن لاعب يعني. بص وده ولو سالت حسن شحاته هيشاور لك على الخطيب، ولو سالت الخطيب ممكن شوف الكابتن فاروق كابتن حسن قالوا ايه على كابتن الخطيب. طيب هو 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 بس انا بس في نقطه كده في موضوع الشعبيه ده لان هو ده الامر المضحك قوي. ليه؟ لان ده امر محسوم رقميا وتسويقيا وكل حاجه، لكن انت عارف ان اللي بيسال هذا السؤال هو اللي بيجاوبه. هو انت بتساله ليه؟ انت فكرت عمرك تسال هذا السؤال مين اللي اكثر شعبيه اطلاقا؟ ليه؟ عشان انت عارف ان انت الاكثر شعبيه. انما الذي يطرح هذا السؤال ويلح عليه ولا يجد غضاضه انه يتكلم فيه باستمرار، هو بيطرحه ليه؟ عشان يستفز الشعبيه الكبرى للنادي الاهلي فتتابعه. اتحداه. طب هو ده دور الاعلام؟ مش دور الاعلام يا ابراهيم. هو ده ما احنا اتفقنا بقى ان ده مش اعلام، احنا في حاجه ثانيه. لا هو اعلام بيخاطب سوق معين. هو بيخاطب السوق اللي هو بيستنكر عليها انه يتقال الاكثر شعبيه وبيغازلها لان هي الاكثر شعبيه، مش بيغازلها او بيستفزها لان هي الاكثر شعبيه. ما هو هيتكلم على ايه؟ طب قول له ما تتكلمش كده عن النادي الاهلي لمده شهر وجرب. هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ احنا عندنا هنا ممكن نلتزم ونقعد نكلمك سنه على حاجات وتاريخ واساطير ونقول مواقف وخطط مستقبل ونكلمك في قضايا. واحنا عملنا كده لمده 8 سنين، عمرنا ما جبنا سيره المنافس، عمرنا ما قلنا كلمه زمالك في البرنامج بتاعك. لكن بنقول ليه دلوقتي؟ لان هذه الهجمه على تاريخك وعلى ثوابتك هي مقصوده، واخدنا مراحل. الاول قال لك نادي القرن، الاول نادي الدوله، بعد النادي الدوله، وبعدين الشعبيه، وبعدين مين الاسطوره. والحقيقه ان مساله ان ما يجي يقول الاسطوره هو ما بيقولش مين اللعيب اللي بيمتع اكتر او بتاع، حتى ده بيتكلم في 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 حقائق رقميه. يعني اما الكابتن الخطيب واخد احسن لاعب في افريقيا، لما ياخد هداف بطولات الانديه، هداف 37 هدف في سنوات طويله، عدد البطولات اللي خدها يا اخي، عدد البطولات اللي جابها وشارك فيها مع ناديه، قارن باي حد بيعمل كده. يعني قول معيار، قول معيار فيه. انما انت بتستمتع بيه، انت حر استمتع بلعيبك زي ما انت عايز. طب ما احنا هو في حد احرف من صفه عبد الحليم رحمه الله عليه؟ لا. طيب في حد احرف من الكابتن حماده عبد اللطيف؟ لا لا. ها انتوا بتتكلموا في ايه؟ طب ما تقولوا دول اساطير، لكن لما هتيجي تتكلم هيقول لك اصل واصل وفصل بس عارف هو يعني. انما هي صناعه شيء يتعلق بالجمهور دلوقتي في الوقت ده، ها هي مغازله للعقول. ولذلك انا لقيت ان احنا برنامج بيخاطب العقول. هل احنا هنتظلم في امام الذين يغازلون القلوب؟ ربما، ولكننا سنفعل هذا بشكل مستمر، وهي قضيتنا ان نخاطب العقول. اللي يكلمني يكلمني بحقائق ويرد عليها بحقائق، لكن المعايير الاعتباريه لا. ده انا عندي ده حقك يا سيدي. هو في حد ما بيشوفش ابنه اذكى ولد في الدنيا؟ لا طبعا. بس ما يطلعش الاول لمية سبب، واخد بالك؟ ما يخصهوش. وهو الأمثلة الكتيرة يقول لك القرد في عنقه غزالة ومش عارف إيه وبتاع. ليه؟ لأن دي المسائل العاطفية الغريزية محدش يناقشها. أيوه. ومحدش يستنكرها على فكرة. أيوه. لما أب أو أم يشوفوا إن أولادهم أحسن ناس في الدنيا، هذا حقهم. حقهم. وعيب إنك تضيع وقتك إنك تقول لهم لأ، أنا ابني أحسن من ابنكم، عيب. لكن لما يكون في معيار بيقول مين الأول ومين هو الأول على الثانوية العامة بيطلع إيه في مجمل النقاط؟ ما بيقولكش اللي خد اكبر عدد من الدرجات النهائيه. عارفين هي المعيار حاجة. حتى المعيار اللي بيستنكروه استاذ ابراهيم ده المعيار الوحيد الصادق على مستوى العالم. ده بس مش كده، ده مازال هو المعيار الوحيد اللي شغال. يعني المعيار بتاع التصنيف بالنقاط اللي ما بيقاوموهوش اللي اقر في 94 واعلن هو اللي شغال لغايه النهارده، اللي هم بيتعاملوا بيه معترفين بيه دلوقتي. بلاش كده،
ده هو اللي نادي الزمالك مستفيد منه بشكل مباشر، وهقول لكم ليه. أي هو الزمالك بقاله كام سنه بيشارك في دوري ابطال القاره ليه؟ بعيدا عن ان هو ياخد اول الدوري، لما بياخد تاني الدوري. طب دوري ابطال افريقيا ليه بيشارك من مصر فرقتين؟ هل كل القاره مسموح لفرقتين الاول والتاني في الدوري بتوعها يشاركوا في دوري الابطال؟ لا. امال ايه؟ اول 12 دوله في القاره حصولا على نقاط من الاتحاد الافريقي بنفس المعيار هم اللي مسموح لهم بفرقتين في دوري الابطال. يعني لو هذا المعيار اللي انت رافضه مش متطبق مش هيشارك الزمالك في دوري الابطال الا اذا كان بطل الدوري، لكن بيشارك وفقا لهذا المعيار وهذا النظام المعمول به، اللي هو لما النظام ده قال الاهلي نادي القرن بقى وحش ومرفوض ومجامله، لكن تستمر لغايه النهارده ونفس التصنيف هو اللي شغال لغايه النهارده ونفس المعيار اللي خلى الاهلي دلوقتي 90 نقطه والزمالك 36 نقطه هو ده نفس المعيار القائم، محدش رفضه ومحدش غيره. لكن الزمالك عايز يقول ان هو احسن نادي في الكون، كل نادي من حقه يمجد نفسه ويرى نفسه كما شاء، لكن هي الفكره هو ال 20 سنه اللي فاتوا استاذ ابراهيم الفكره بس الزمالك كسب الكونفدراليه مش كده؟ ووصل مره واحده النهائي. ايوه صح ولا حاجه تانية؟ لا، مره مع الاهلي ومره مع صن داونز. ده احنا بنتكلم مع الاهلي دي السنه اللي فاتت. ايوه انا بتكلم لحد الكونفدراليه. ما كانش فيه القاب. ايوه وكان واصل مع صن داونز. طب كان بيتصنف كان تصنيفه ازاي بيخش في السته؟ بالنقاط. بالنقاط بالظبط. هي بس الفكره فين؟ ما هو اذا كان اي طرف من الاطراف يقول اتمنى على كل الساده الزملاء الاعلاميين الافاضل الكبار، وانتم بتطرحوا قضيه خليكم عارفينها، خليكم عارفين حقيقتها وارقامها وقصتها ايه، لانه بتلاقي يطرح السؤال ومفيش اي تعليق ومفيش اي استيعاب لحقيقه الموضوع، فيبان ان المساله هدفها اثاره هذه القضيه. انا عايز اخلص كلام من شبابنا اللي هو الواعي اللي بيبحث وبينقب وبيرد. احمد الغامري الابن العزيز يعني. ايوه بيناقش الاستاذ مصطفى الفقراني. ايوه فبيقول له هات دليلك على اي كلام بتقوله. فضل كل ما اقول له طب فين دليلك يروح مكلمه في موضوع تاني. فين دليلك يكلمه في موضوع تاني. وفي الاخر خالص انا قال له ايه؟ انا مستعد اقسم لك. ملوش سند في الادله. قال له انت تخصم لي؟ يعني هو دليلك ان انت تخصم لي؟ يعني ما هي هو ده غياب الحجه.